نروح لفقرة دقيقة يا شباب ومعلومة اليوم مع سارة العمودي. متى أقدر أقول إني مدمنة السوشيال ميديا؟ نتابع. متى أقدر أقول إنه أنا مدمنة السوشيال ميديا؟ طبعا أظن أغلبنا يقعد على السوشيال ميديا أوقات أكثر مما هو المفروض يقعد فيها، وبيأثر هذا على شغله وعمله وعلى حياته الشخصية. ولكن متى أقدر أقول إنه أنا وصلت لمرحلة إدمان؟ حديكم 5 أسئلة تسألوها نفسكم. 1، هل تحسي نفسك إنك أنت بتقفلي السوشيال ميديا ولكن لسه بتفكر إيش البوست اللي ححطه، أو إيش التعليق اللي ححطه، أو إيش اللي السناب اللي ححطها؟ هذه 1. 2، هل تحس نفسك لو انت مثلا شباب ودوك مكان ما في له انترنت فما حتوصل للسوشيال ميديا، هل تحس نفسك انك حتكون متضايق ومكتئب وتحس نفسك مره كذا في المكان ما انت قادر تقعد وتبغى تمشي من المكان؟ هذه 2. ثالث حاجه، هل تحس نفسك ياما حاولت انك انت تقلل من اوقاتك على السوشيال ميديا بس لقيت نفسك كل محاولاتك هذه كانت فاشله؟ 4، هل ياما حاولت انك انت تدخل على السوشيال ميديا بس عشان تعمل مثلا تقول لنفسك حامل 1 بوست وتلاقي نفسك تنقز من السوشيال ميديا للسوشيال ميديا، تقعد مثلا على اليوتيوب شويه، على الانستغرام، على سناب، تقعد تدور بين هذه السوشيال ميديا؟ هل تحس نفسك لما انت ما تقعد ساعات طويله على السوشيال ميديا تحس نفسك كده متضايق، شيء في ناقص في يومك؟ لو ال5 أسئلة هذه أغلبها كانت نعم، في احتمالية أنك أنت بتواجه إدمان السوشيال ميديا. طبعا إدمان السوشيال ميديا شيء منتشر كثير هذه الفترة، ونقدر نعالجه بديتوكس وأشياء نقدر نتعلمها في جلسات معانا هنا. يعطيكم العافية. أكيد يعطيك العافية سارة العمودي. مشاهدينا بعد الفاصل معلومات تهمك عن آلام الرقبة والظهر، انتظرونا.